المقنع الكندي أصله من أهل حضرموت من قبيلة كندة، وهو من شعراء العصر الأموي. لقب المقنع لأنه كان إذا خلع اللثام عن وجهه أصابته العين لجماله، وكان من أشراف عشيرته، والقناع من سمات الرؤساء. كان كريماً في العطاء حتى أتلف كل ماله، وهو بنت عمه فخطبها فردوه عيروه بكثرة عطائه وفقره وما عليه من الدين، فقال: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا؟ فما زادني الإقتار منهم تقربا، وما زادني فضل الغنى منهم بعدا. أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وإن ضيعوا غيبي حفظت غيومهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد.